بسم الله. اوه ماي جاد. فقررت النهارده اعرفكم اكتر عن البراند وخاصه اللوجو بتاعنا اللي هو ده شكله. دي كل البوكسز اللي احنا حطينا لها لوجو النهارده. هاي جايز، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم منا. وفيديو اليوم جايز حابه اني اعرفكم اكتر عن البراند بتاعتي. ولو انتوا اول مره تشوفوني فانا اسمي منا وعندي براند اسمها منا، بوفر لكم فيها اكسسوارز، بوكسات خرز وشنط خرز وخيوط وحاجات تانية كتير. فقررت النهارده اعرفكم اكتر عن البراند وخاصه اللوجو بتاعنا اللي هو ده شكله، واقول لكم الفكره بتاعته جت منين واستوحيت الديزاين بتاعه منين وكمان على اساس ايه. فيا هو ده فكره فيديو النهارده. فاتمنى الفيديو يعجبكم. اذا عجبكم حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناه اذا اول مره تشوفوني. انا اسمي منى بالمناسبه، وبس كده يلا بينا نبدا الفيديو. اوكي جايز، سو عندنا النهارده تقريبا 8 بوكسات عشان نحط عليهم اللوجو. عايزه اقول لكم ان انا اكتر حاجه بحب اعملها ان انا احط اللوجو بتاعي على البوكسز بتاعتي. واول بوستر اجيبه للوجوز بتاعتي عايزه اقول لكم ان هو خلص بالكامل. بصوا جايز، حرفيا ما فاضلش فيه غير واحده بس. شايفينها جايز؟ يعني كل ده خلص وما فاضلش غير الصغننه دي. وعشان كده جبنا بوستر كامل ب 200 قطعه لوجو. الاول كان 100 قطعه لوجو، وعايزه اوريكم بس الفرق بين الاثنين. يعني ده اول بوستر لينا وده الجديد. بصوا فرق الحجم، بصوا فرق الطول على الاقل. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما جبت اللي هو 100 قطعه بوستر دي انا حرفيا قلت دي مش هتخلص. انا عارفه ان انا مشهوره بموضوع ليه عمرها ما تخلص، بس الحمد لله بيخلصوا. بس كانوا 100 بالنسبه لنا كتير، والحمد لله خلصناهم في وقت قياسي. يعني تقريبا 3 او 4 اشهر خلصنا 100 بوكس. فعشان كده جبت المره دي 200 بوستر. فتعالوا نفتحهم مع بعض دلوقتي، وانا بجد متحمسه اشوف شكلهم لان ده حجمه تقريبا الضعف. ف يعني 200. اوكي جاهزين جايز؟ بسم الله. او ماي جاد، وا ريحه الطباعه جنن جايز. بصوا شكله، واو واو. ده ممكن ياخد الشاشه حرفيا. بصوا واو بجد، وبجد ريحه الطباعه تحفه. يعني انتوا متخيلين الفرق بين ده وده قد ايه؟ يعني بصوا اللي هو انا مش عارفه اوريكم، بس يعني انتوا فاهميني اكيد صح. اوكي المهم خلينا نركز في اصل الفيديو اللي هو نعرفكم عن اللوجو اكتر اللي هو ده شكله. جايز بجد شكله يجنن. بصوا كميه اللوجوز، ودي 200 قطعه زي ما قلت لكم. بصوا جايز حجمه كبير قد ايه، يعني واخد من هنا لحد هنا. وعشان كمان اوضح لكم قد ايه هو كبير، ده البوستر القديم بصوا في الطول اصغر من الجديد، وكمان في العرض اصغر وبسمك كبير مش صغير كمان. فالمهم خلينا دلوقتي اعرفكم عن اللوجو اكتر. سو اول حاجه جايز عشان بس نفهم بعض، انا في البراند بتاعتي اخدت يعني مثال لشركتين عالميه، يعني الاثنين انترناشونال كومباني، وفي واحده منهم على فكره مقاطعه. بس انا عايزه اوضح لكم الفكره بيها كمثال. يعني هي مقاطعه، بس خلينا برضو نعترف ان هي شركه عالميه تقريبا موجوده في كل بلدان العالم، وهي ماكدونالدز. وبالمناسبه اول بوكس هنحط عليه اللوجو هو بوكس الماكس ال 24 خانه البيست سيلر عندنا. سو جايز زي ما انتوا عارفين البوكس بتاعي عباره عن حرف ام
بس، يعني هو بس عبارة عن حرف ام. طيب ليه منا خلتيه حرف ام بس؟ يعني ليه ما كتبتيش مثلا عليه كلمة خرز او مثلا رسمة خرز؟ يعني انتي براند خرز، ليه مثلا ما عملتيش كده؟ ليه بس حرف ام تقريبا ملوش علاقة بالخرز نهائيا؟ احنا في البراند عايزين نبقى براند، يعني عايزين نبقى ان شاء الله في يوم من الايام براند عالمية، فما كنتش بس عايزة اكتب كلمة خرز او حتى رسمة خرز على البوكسز بتاعتي وخلاص، حاسة ان هي ما كانش فيها فكرة. وبالمناسبة برضو تاني بوكس هو بوكس الماكس، كنت عايزة بوكس يمثلني انا شخصيا، وكمان ما يكونش ليه علاقة بالخرز، وحتى لو ملوش علاقة بالخرز اي حد يشوفه يعرف ان ده على طول، او ما يشوف الام دي والديزاين بتاعها يعرف على طول ان ده براند منا، براند الخرز، زي ماكدونالدز. يعني ماكدونالدز جايز بتاع اكل، واللوجو بتاعه عبارة برضو عن حرف ام اصفر بديزاين معين كده، اول ما بتشوفوه على طول تعرفوا ان ده ماكدونالدز، يعني على طول وانتوا مثلا ماشيين كده على الكوبري لو لقيتوا حرف الام ده من غير حتى كلمة ماكدونالدز على طول هتعرفوا ان ده هو ماكدونالدز. فدي الفكرة اللي كنت عايزة ان انا اطبقها في البراند بتاعتي، واحس ان انا طبقتها شوية، لان برضو البراند بتاعتي عبارة عن حرف ام بديزاين معين كده. وبالمناسبة قبل ما نكمل، ده هو شكل البوكسز لما بنحط عليها اللوجو، واحس ان هو بجد بيودي البوكس في حتة تانية. المهم تعالوا نكمل. ويمكن برضو من اسباب اختياري للوجو ده ان انا واحدة بجد بحب السيمبلتي، يعني السيمبلاريتي، يعني الحاجة السيمبل، انا اعشق الحاجة السيمبل، احس الحاجة السيمبل اذكى وافضل من حاجة المرغوشة اللي هي يعني كذا. لا انا احب قوي الحاجة لما تبقى، بصوا جايز، يعني سيمبل ام سباركلينج سباركلينج، اللي هي ده جوي. ولان دي براند بتاعتي حبيت اعمل جوي. وهنا معانا اخر بوكس ماكس مطلوب النهاردة. اظن كده احنا جاوبنا على سؤال يا منا ليه اللوجو بتاعك شكله كده. تعالوا بقى بعد كده لاكتر برضو سؤال بيجيلي الفترة دي، ليه اكتر حاجة بتهتم بيها هو خرز التفسيرة؟ وده اللي هيودينا للشركة التانية اللي عايز اكلمكم عليها، وهي شركة ابل. مين فينا بيعشق شركة ابل وبيحب الاستراتيجي بتاعت الماركتينج بتاعها؟ بص انا هسألكوا سؤال، واحنا بنحضر تاني بوكس نوع خرز وهو الجامايكا، وبجد الوانه بتبقى حلوة قوي. وخليني بس قبل ما اتكلم معاكو اوريكو الوانه بجد تحفة ازاي. بصوا جايز بجد شكلها تحفة، تدريات الالوان من الشفاف لحد الغامق بجد بعشقها في البوكس بتاعنا. المهم تعالوا اقول لكم ليه اكتر حاجة بنهتم بيها في البراند بتاعتنا هي بوكسات خرز التفسيرة. زي ما قلتلكوا لو جيتوا تفكروا في شركة ابل، ايه اكتر حاجة هتيجي في بالكوا اول حاجة؟ يعني اول ما اقول لكم مثلا ابل، ايه اول حاجة بتيجي في بالكوا؟ هي تليفونات ابل، صح؟ يعني اول كده ما اقول كلمة ابل على طول بيجي في بالكوا شركة ابل، مع ان ابل عندها برودكتس تانية كتير، زي مثلا سماعة ابل، زي مثلا ابل ووتش، زي مثلا الماك اللابتوب بتاعهم، بس اول حاجة بتيجي في الدماغ هي تليفون ابل. فاحس ان هم على فكرة قصدين الموضوع ده ليه؟ يعني احس ان هم مركزين ومدين كل وقتهم لتليفونات ابل عشان سبب معين، وهو ان هم يبقوا مشهورين بالموضوع ده. يعني عارفين مثلا لما تكونوا بتفكروا مثلا نفسكوا تاكلوا فراخ مشويه، على طول بيجي في بالكوا محل معين، او مثلا نفسكوا تاكلوا لحمه نوع لحمه معين، بتفتكروا على طول قصر المندي، مع ان قصر المندي عنده اكلات تانية، عنده مثلا ملوخيه، عنده مثلا محشي، بس اكتر حاجه هو مشهور بيها هي اللحمه. واحس بصراحه ان البراند بتعمل كده عشان تكون مشهوره بحاجه معينه، تكون بيرفكت فيها، بتادي اكبر وافضل يعني شغل فيها. فده اللي انا كنت عايزه اعمله. وبالمناسبه دلوقتي وكمان قبل ما نكمل، ده بوكس هافي، يعني هافي جايز اللي هو
نص تفسيرة ونص جامايكا اللي هي معنى هاف، فاهمين؟ وده من البوكسز الجديدة اللي هنعلن عنها قريب، كان في بنوتة طلبتها بس ده مش موضوعنا دلوقتي، تعالوا نكمل القصة بتاعتنا. فعشان كده أنا في البراند بتاعتي عايزة أبقى مشهورة بنوع خرز معين وأكون بأدي فيه أفضل حاجة، وإن أي حد عايز يقتني بوكس تفسيرة إحنا نكون أول ناس يجي على بالها أو يفكروا فينا. فأظن عشان كده بنهتم بخرز التفسيرة أكتر حاجة، مع إن طبعا عندنا بوكسات تانية زي الجامايكا وكمان بوكسات هافي اللي هي نص تفسيرة ونص جامايكا وحاجات تانية كتير أكيد. وبس كده جايز، هي دي كانت فكرة اللوجو والبراند بتاعتي. وعايزة اقول لكم واحنا بس بنتكلم كده خلصنا تقريبا صف كامل من اللوجو الجديد بتاعنا، خلصنا تقريبا الصف ده الا 3، فاظن ده انجاز قوي. وتفتكروا امتى جايز هنخلص كل البوستر ده؟ انا مش عارفة بجد، انا محتاجاكم تخلصولي بسرعة. تفتكروا سنة ولا اقل ولا ايه بالظبط؟ قولولي في الكومنتس. وكمان دي كل البوكسز اللي احنا حطينا لها لوجو النهاردة، دي كمان هتوصل لاصحابها النهاردة جايز. اتمنى بجد كل البوكسز دي تعجبكم وتبعتولنا ارائكم على الويب سايت. وطبعا جايز عايزه اقول لكم ان كل بوكس من البوكسز دي بيجي معاها خيط استك صغير هديه، بيكون 10 متر مقاس 10 او 1، هو ده مقاس 10 جايز على فكره، في ناس بتقول عليه 1 بس ده 10 لان في اقل بقى 7 8 5 كده. وبس والله ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو عجبكم، واذا عجبكم حطوا لايك، ولو عايزين اعمل فيديوز اكتر عن الخرز حطوا لايك جايز، عشان كل ما اللايكس بتكون اكتر بعرف ان الفيديوز دي عجبتكم وبعمل منها اكتر. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي، باي جايز. كان لازم ادوس هنا صح؟ اوكي.